حسن الوزان الرحالة الأندلسي الذي اشتهر بليون الإفريقي بعد خطفه وإهدائه لبابا الفاتيكان عندما كان سفيرا لأحد سلاطين الدولة الوطاسية في المغرب. ولد الحسن بن الوزان الفاسي في غرناطة عام 1495 من الميلاد، ولما سقطت غرناطة في أيدي الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا سنة 1492 من الميلاد، غادرت أسرته غرناطة إلى المغرب واستقرت بمدينة فاس، أين حظيت بمكانة مميزة في البلاط السلطاني الوطاسي. تلقى الحسن تعليماً مكنه من تولي مناصب مهمة منذ صغره في المملكة، عين عدلاً بمستشفى الوطاسيين وتقلد مهام السفارة بين الوطاسيين والبرتغال، ولم يتجاوز 16. انطلق بعدها في رحلات استكشافية جابت الشرق والغرب، وشملت شمال إفريقيا وعدداً من بلدان إفريقيا منها جنوب الصحراء، حتى وقع أسيراً لدى قراصنة إيطاليين بالقرب من تونس، واقتيد إلى روما هدية للبابا ليون العاشر الذي أكرهه على اعتناق المسيحية والبقاء لتدريس العربية في روما. هناك دون مجموعة كتب في اللغة والأدب والجغرافيا، أشهرها كتاب وصف إفريقيا الذي قدم فيه وصفاً دقيقاً للقارة السمراء ورسم أول خريطة لها، وقد ترجم إلى عديد اللغات من بينها العربية. في عام 1550 فر الوزان إلى إفريقيا وتحديداً تونس، أين قيل إنه اعتكف بجامع الزيتونة ينشر العلم ويتعبد حتى وفاته عام 1552.